تاني أسبوع من شهر أذار مارتش بيقول لمواليد العذراء: عزيزي العذراء، بيبرزوا يومين مهمين، هن 3/7 و4/8، هن من أفضل أيام الشهر لأنه فيك تحصل خلالهم على ربح أو على إنصاف، كل واحد طبعا حسب موقعه وحسب ظروف حياته. بس ابتداء من هلأ بتعاني من انتقال ساتورن إلى الحوت واكتمال القمر ببرجك بوقت واحد، هالشي بيشير إلى تعقيدات ربما بتواجهها أو بيواجهوها بعض مواليد العذراء كافة بهالأثناء، فبيخضعوا لمحاسبة أو لمخطط مشبوه. انتبه شو عم بقول، مخطط مشبوه. إياك وإنك ما تكون واعي على هالشي. هلأ إذا أردت أنك تعالج مسألة مالية أو تفاوض بشأن عملية بيع وشراء، فعمول هالشي بين الخميس 9 والسبت 11 لأنه هالفترة مناسبة. بتتحمس جداً وتتحسن علاقاتك ببعض المسؤولين، ويمكن تفتح باب كان مغلق بين الأحد 12 والتنين 13 أو تحقق رغبة بهالوقت، تنطلق مع طموحات مهنية لا بأس فيها. بآخر الشهر بتحس إنه في استحقاق جاي ولح يرجع من جديد شي عانيت منه بالماضي. شو هو؟ بخبرك بالأسبوع الجاي.